النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نقدم لكم هذه النشرة الجوية الرئيسية التي نتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية التي تتأثر بها المملكة خلال اليوم وأيضا خلال الساعات القادمة والأيام القادمة بحول الله. محاور نشرتنا ستكون كالتالي: استعراض لخرائط الأمطار وأماكن تأثير هذه الأمطار، أيضا استعراض خرائط للرياح وأيضا توصيات أثناء هذه الحالة الجوية. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات نهار اليوم الخميس، حيث توضح انتشار لغيوم متوسطة الارتفاع في عموم المنطقة الغربية الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى. هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي، عملت هذه الغيوم على هطول زخات من الأمطار في عموم المنطقة الشمالية والشمالية الغربية، تحديدا منطقة تبوك حيث كانت الزخات عبارة عن زخات أمطار رعدية. هذه الغيوم هي مرافقة لهذا المنخفض الجوي الذي يتمركز فوق الأراضي المصرية، هذه الجبهة الهوائية الباردة التي ترافق هذا المنخفض الجوي. يتوقع خلال الساعات القادمة أن تتحرك هذه الجبهة شرقا لتعبر أجواء منطقة تبوك، وبالتالي تشتد الهطولات المطرية في منطقة تبوك خلال الساعات القادمة. بالخرائط التوضيحية لتوزيع الأمطار خلال الساعات القادمة، نبدأ من ساعات ظهيرة يوم الخميس، تتركز الهطولات المطرية في المنطقة الشمالية تحديدا منطقة تبوك منطقة الجوف، تترافق هذه الهطولات المطرية مع النشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار. خلال الساعات القادمة بحول الله تشمل زخات الأمطار المزيد من المناطق في منطقة الجوف وأيضا منطقة شمال منطقة الحدود الشمالية، لكن تبدأ الجبهة الهوائية الباردة بعبور منطقة تبوك خلال ساعات مساء الخميس وليل الخميس على الجمعة، وبالتالي تشتد الهطولات المطرية في عموم سواحل منطقة تبوك، السواحل المطلة على خليج العقبة، السواحل المطلة على شمال منطقة البحر الأحمر. أيضا تشمل زخات الأمطار الرعدية الغزيرة المناطق الجبلية من منطقة تبوك وأيضا مدينة تبوك نفسها. خلال ساعات ما بعد منتصف ليل الجمعة تشمل الأمطار المزيد من المناطق. خلال ساعات صباح يوم الجمعة الجبهة الهوائية الباردة تشمل منطقة الجوف المزيد من المناطق في منطقة تبوك، أيضا تمتد لغاية ما شمال منطقة المدينة المنورة. أما خلال ساعات صباح يوم الجمعة تشمل زخات الأمطار أيضا أجزاء من مدينة جدة، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار تشتد تدريجيا مع ساعات ما بعد الظهيرة والمساء في مدينة جدة، أيضا منطقة مكة المكرمة، أجزاء من غرب منطقة الرياض، أيضا أجزاء من منطقة المدينة المنورة وحائل والمزيد من المناطق في شمال المملكة بحول الله. في ذات السياق تتراجع الفعالية الجوية في منطقة تبوك، لكن تعود الفعالية الجوية تدريجيا مع بدء دخول المنخفض الجوي نحو منطقة تبوك وعموم المنطقة الشمالية الغربية. تتجدد الهطولات المطرية، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير بسبب الكتلة الهوائية الباردة التي تتبع هذه الجبهة الهوائية الباردة، وبالتالي المناطق الواقعة غرب هذه المنطقة ستكون الأجواء فيها باردة بشكل لافت، في حين المنطقة الواقعة شرق هذه المنطقة ستشهد أجواء دافئة بشكل عام بسبب اندفاع لكتلة هوائية دافئة من هنا وكتلة هوائية باردة قادمة من الأراضي المصرية. خلال ساعات مساء يوم الجمعة بحول الله الحالة الجبهة الهوائية الباردة تصل إلى منطقة حفر الباطن، أجزاء إضافية من منطقة الحدود الشمالية، أيضا زخات الأمطار تصل إلى المنطقة الجنوبية الغربية، المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين المنخفض الجوي يواصل تحركه شرقا باتجاه الشرق المملكة الأردنية، في حين تشتد أيضا الهطولات المطرية في منطقة الجوف، أيضا تستمر الهطولات المطرية في منطقة تبوك، أيضا سواحل تبوك ومدينة تبوك نفسها بحول الله. أما بالنسبة ليوم السبت بإذن الله تصل فرص زخات الأمطار إلى العاصمة الرياض، وبالتالي تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات خفيفة من الأمطار يوم السبت في العاصمة الرياض، أيضا في منطقة حفر الباطن، أجزاء من المنطقة الشرقية. أيضا تستمر الهطولات المطرية في عموم المنطقة الشمالية الغربية وأيضا المنطقة الشمالية مع انخفاض كبير وواضح على درجات الحرارة. بالنسبة لخرائط توزيع الأمطار وأماكن تأثيرها بشكل رئيسي، يلاحظ أن زخات الأمطار ستكون أغزر أو زخات الأمطار الأغزر ستسجلها منطقة تبوك بما فيها المنطقة الساحلية المنطقة الجبلية وأيضا مدينة تبوك خلال ساعات مساء يوم الخميس وأيضا ليلة الخميس على الجمعة. أيضا زخات الأمطار ستكون غزيرة خلال الحالة الجوية الحالية في منطقة الجوف، أيضا أجزاء من منطقة الحدود الشمالية تكون أقل غزارة في عموم المنطقة الشمالية، أيضا منطقة حائل، منطقة شمال غرب منطقة الرياض وأيضا منطقة القصيم
لكن تكون بشدة أقل في كل من منطقة المدينة المنورة، أجزاء من حفر الباطن الشرقية، أيضا العاصمة الرياض، أيضا مدينة جدة كما ذكرنا ستشهد زخات خفيفة تكون متوسطة أحيانا من الأمطار خلال يوم الجمعة بإذن الله. بالنسبة لتوزيع درجات الحرارة خلال الحالة الجوية المتوقعة، نبدأ بالتوزيع الحراري ليوم الخميس. الكتل الهوائية حيث ينتشر هواء دافئ عبارة عن كتلة هوائية دافئة في عموم منطقة شبه الجزيرة العربية، في حين يقابلها كتلة هوائية باردة مرافقة لهذا المنخفض الجوي فوق مصر. تتحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة تدريجيا خلال ساعات مساء يوم الخميس وأيضا ليلة الخميس على الجمعة نحو شمال غرب المملكة، انخفاض واضح على درجات الحرارة في منطقة تبوك خلال ليلة الجمعة بإذن الله. يوم الجمعة تواصل الكتلة الهوائية الباردة تحركها شرقا باتجاه منطقة الجوف، أيضا أجزاء إضافية من منطقة تبوك والمدينة المنورة. يوم السبت تتسع رقعة تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة، يصبح الطقس بارد بشكل لافت في عموم المنطقة الشمالية، منطقة الجوف، الحدود الشمالية، أيضا منطقة حائل، تبوك، المدينة المنورة. أما يوم ظهيرة يوم السبت أيضا يستمر تحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة شرقا وجنوبا باتجاه منطقة حفر الباطن وأيضا أجزاء من الشرقية وأجزاء من الرياض. أيضا كتوصيات خلال الحالة الجوية التي تتأثر فيها المملكة العربية السعودية، ننصح بأخذ الاحتياطات اللازمة بالنسبة لمرضى الجهاز التنفسي وأيضا خاصة لمن يعانون من مرض الربو وأيضا لمن يعانون من أمراض العيون، أيضا تجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار خاصة خلال ساعات ليل الخميس على الجمعة في منطقة تبوك تحديدا أثناء عبور الجبهة الهوائية الباردة. أيضا ينصح بتجنب المجاري المائية وأيضا الأودية في منطقة الجوف، حفر الباطن، حائل، وأيضا الحدود الشمالية خلال ساعات نهار يوم الجمعة أثناء عبور الجبهة الهوائية الباردة واشتداد زخات الأمطار الرعدية. أيضا ينصح بالانتباه من شدة الرياح خلال الساعات القادمة، الرياح الجنوبية الشرقية هي مقدمة لهذا المنخفض الجوي الذي يتقدم نحو المملكة من الأراضي المصرية، سيعمل على نشاط كبير في سرعة الرياح مثيرة للأتربة والغبار. أيضا هناك فرصة لحدوث الرياح الهابطة المرافقة للعواصف الرعدية التي تعمل أيضا على إثارة الأتربة والغبار وتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، نتمنى السلامة للجميع، إلى اللقاء.